السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا انا اليوم ان شاء الله فكرك نقول كيفاش نقدر نبدل الكنابي. الوغ الكنابي ما عجبنيش اللون ديالو، وما عجبنيش سيورتو لي ستيل ديال المخاد. شوفوا كبار بزاف، يعني ماشي فيهم هكا، كيجيو هكا فيهم بحال المربع، مربع كبير، وما فيهمش هذيك لاموند اللي كتكون هنايا الوسط. ديكو جايين من هنايا بوينتو، واللون ما عجبنيش ديتو. ما عرفتش، دابيتود كيعجبني الكري، ولكن هذا الكري هذا سبحان الله ما عجبنيش بزاف وكبير بزاف. ديكو انا بقيت كنفكر كنقول كيفاش نقدر ندير انني نقدر نبدلو لو ستيل ديالو وسيختو اللون ديالو. المهم المخاد نبدل ليهم لا فورم ديالهم، واللون حتى هو ما زعما الصراحه ما عجبنيش والو، وسيختو مع اللون اللي عندنا هنا في العود. ما عرفتش جاني في شي شكل هذا الكري مع العود، جاني في شي شكل ما عجبنيش. ديكو فكرت وقلت غادي نشري توب، غادي نعاود المخاد بلا فورم اللي انا بغيتها. وبالنسبه لهذا غادي نوريكم اون اسيوس كيفاش نقدروا نديروه، كيفاش في الاخر غادي يجينا، واش غيجي مزيان واش ما غاديش يجي مزيان. فوالا دابا انا صورت لكم غير افون، حيت ديجا بديتها. ديكو وريتكم غير هاد لابارتي هادي اللي باقا ما وصلتش ليها، ومن بعد ملي نساليه كامل ديك الساعه نوريه لكم ونقول لكم اكزاكتومون اشنو داير. فوالا كيف ما كتشوفوا، وقلت لي قلت ليها دير لي فيه هاد الباندا هادي. علاش؟ حيت هاد لاباند هادي مع الكنابي كتجي زوينه وكتعطي واحد لو ستيل زوين، والمخده كتبقى واقفه. بون المخده دابا راه يلاه عمرتها، ديكو باقا ما شدش فريمون، ما شدش لا فورم ديالها مزيان، يعني باقا خاصها تضرب. وهنا دارت لي مخدات صغيورين لهاد لي كوتي هادو، وهنايا صوبات ليا هاد المخدات هادو الصغيورين. صراحه هادو ما قلتش ليها، هادي بوحدها ماما مسكينه بوحدها صوباتهم ليا. مي انا بصراحه ما كنتش باغي ندير زعما شي حاجه ديال البغيون ولا شي حاجه تجي ترو شارجي، بغيت ناخذ شي حاجه اللي تكون في البيج، تكون سامبل، اللي تقدر تجيني مع العود ديال الارض، باش يبقى كلشي فيه واحد الايفي لي ناتوريل، يعني ما يجيش هداكشي ترو شارجي وفيه البغيون وداكشي بزاف. فوالا كيف ما كتشوفوا، دونك عطيتها العبار، عطيتها انا غير الطول والعرض، والمعلم هو اللي كيعبر، هو اللي كيقسم، هو اللي كيدير كلشي. انا دابا راه حاليا كنصور لكم، وزعما وكنقول يا ربي ملي نكمل المخاد ما يجيونيش صغار، يعني يجيوني وحده حدا وحده، يجيو مزيانين. والطول كيف ما كتلاحظوا هانتوما، راه بدلت ليهم حتى الطول ديالهم. فوالا الطول ما بقاش هو شو، هادي طويله بزاف، وهادي ونورمالمون المعلم قال لي زعما العبار ديال المخاد راه باين، يعني هاد العبار هذا راه عبار اللي ما عرفتش كيفاش كيديروه هنا في فرنسا. مي المعلم دار لي عبارو، نعطيتو غير الطول، وهو دار العبار بوحدو ديال هاد زعما الطول ديال هذا والعرض ديال هذا، هو اللي حسب هذاك الشيء. وبالنسبه لهذا اللي هو زعما الحاجه اللي بلو ديفيسيل، علاش؟ حيت انا هادو عندي كيكونوا لاصقين، يعني ما كاينش كيفاش ديري انك تبدلي اللون ديالو. انا قلت لماما تخيط ليا توب يكون سامبل، نفس اللون نفس الستيل، يكون سامبل، غادي نشدو غادي نحطو فوق منه، وغادي نفيكسيه مزيان بشي بونجات صغيورين ولا شي حاجه، ونخشيه من تما ونخشيه من هنايا ومن التحت كاع الى اقتضى الحال. من هاد البارتي هادي نقدر ندير نشدو بواحد كرافوز ولا شي حاجه، حيت كرافوز الى عرفتي غير كيفاش تقدري تحيديه ما كيخسرش، ما غاديش يخسر لك الثوب. فوالا هذا مكان، دونك هنا انايا في اطار العمل وخدامه، وقلت نصور لكم لا فيديو وانا باقا كندير في هذا الشيء كومسا باش تفهموا وتشوفوا لو شونجمون ديال الكنابي افون ابري كيفاش كان، وكيفاش بديت، وكيفاش شوفوا زعما نحط لكم مخده حدا مخده. فوالا هذا مكان، دونك دابا ملي نساليه كامل نعاود نصور لكم، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فوالا كيف ما كتشوفوا، هذه بالنسبه للخديات الصغار اللي صوبت لي ماما. هذا التوب هذا جو بونس ما عرفتش واش كان في الدار ولا شراته في الصراحه. مي هذا التوب هذا شوف الا لاحظتوا راه غير قلع، يعني غير قلع وفيه الموزون، يعني ماشي توب. ديكو هذا ما يمكنش دير لي فيه السنسله، خلاته لي محلول، خشيت فيه انا المخده ديالو بهذيك التلميطه ديال بهذاك التوب اللي كان فيه. ودابا غادي ندوزو للخياطه، غادي نخيطو براو خيط من غير من القدام، حيت اصلا هذه كتجي بحال ما هكا، يعني ما غاديش يبان لتحت. واخا كاع ما تعرفوش تخيطوا مزيان، مي غير حاولوا تسدوها باي طريقه لهاد لي طاب هادي. كيف ما كتشوفوا انا الكنابي ديالي اللي مزيان فيه، هو عندي هاد اللوراني ديجا، هو ديجا كحل وتوبو بحال نقولوا جلد. ديكو هذا قلت لماما تخيط لي توب نورمال عادي بحال ما هكايا، درتو شويه وافي في العبار،
كوم سا غادي نشدو غادي نخشي هنا لداخل وغادي نفيكسي بواحد الطريفات ديال البونج ولا طريفات ديال العود يكون رقاق بزاف. ها غنخشيو بحال ما هكا. ها تقدروا تفيكس زعما يبقى غير هكا، ولكن من الاحسن دير لي شي حاجه من الداخل دير لي باش ما يتحرك زعما، واخا تجلسي عليه واخا يبقى يتحرك وداك الشيء هو ما يتحرك. وهادو حتى هما غنخشيهم من هنا مزيان، سواء الا بغيت مثلا نخليه يجي بحال ما هكايا بحال ما هكا فوالا ما بينش، حيت انا عندي اصلا كحل في كحل ما بينش. سواء غادي نشدو من هنا وغادي ندير له غرافوز هكا وغندير له غرافوز فوالا. كيف ما كتشوفوا عرفتي دابا انا الصراحه فرحانه بزاف، واخا باقي ما كملتش ولكن عجبني الريزلت صراحه. حاولت انني نخشي لو ماكسيموم واستعنت بهاد العصيه هادي، قلت هاد المعلقه هادي قلت نتقاسم معكم هاد الفكره هادي باش تكون لكم سهله، حيت نبل ولا بقيت كندير غير صباعي. مي من بعد قلت علاش لا ما نديرش شي حاجه اللي تكون رقيقه و كوم سا غادي تعاونني، و اون ميم طون غادي تخشى اكثر من زعما غادي تقضي الغرض اكثر من يديا. فوالا هذا ما كان. ودابا غنكملوا غادي ندوز هذا على لي كوتي كاملين باش يتخشوا مزيان، باش الكنبه الكان باش هذا الغطاء هذا ما يبقاش يتململ بزاف. وفوالا فوالا كيف ما كتشوفوا كان هذا هو لي غوزيلتا فينال. صراحه كنابي انا حمقني الصراحه حتى دابا كنهضر معكم وفريمون عجبني الغوزيلتا صراحه مانيفيك. حيت بدلت ميم لا فورم ديال المخاد ولا بحال كنابي جديد، بحال شريه كنابي جديد، تبدل كامل اللون تبدل، لا فورم ديال المخدات تبدلوا، زدت عليهم هاد المخدات صغيرين. باغ كونطخ هاد المخد هادو راني سولت ماما خداته حتى هو من عند السيد نفسه اللي خدات من عنده التوب ديال لي كنابي. وهادو شوفوا مع هادوك المحلات اللي كيكونوا كيبيعوا التوب، شوفوهم بعد مرات كيكونوا عندهم شي توب بحال هادو اللي شاطوا عليهم من شي حاجه، كيكون باقي لهم غير شي 1 متر ولا 2 متر كيبيعوه بثمن رخيص. مي انت تقدري ديري به شي حاجات غير صغيورين بحال ما كان اللي يقدروا يعطوك واحد لو شارم الكنابي ديالك ولا لو صالون ديالك. فوالا صراحه شوي ترو ساتيسفيت واعر بزاف، الوغ كو مازال دابا راه باقي كاع ما، حيت باقي بغيت ندير واحد الطريفات ديال البونج هنا لداخل ولا شي طريفات ديال العود من هنايا ومن هذوك لي كوتي الاخرين باش يتفيكس مزيان، باش ما يبقاش يمشي ويجي ولا شي حاجه يبقى يبان ما زوينش. انا بغيت نلصقو صافي. صراحه عجبني هذا الكنابي. هادي خديتها من بريمارك، دا كان دايرين لها 12 اورو، راه باقي عندهم في البياض وعندهم في الغوز جو بونس. فوالا هذا ما كان. دونك انا هذا هو لو ريزلت فينال ديال لو كانابي ديالي، وان شاء الله ملي نكمل لو صالون ديالي كامل راه نتقاسم معكم. مازال بغيت نزيد بزاف الحوايج، بغيت نزيد دي طابلو تما، باقي خاصني اون طابل هنايا، وباقي كاين شي حويجات اللي غادي نحيدهم وشي حوايج اللي غنخليهم. فوالا هذا ما كان. دونك نتوما الا كانوا عندكم دي بروبوزيسيون ولا شي اقتراحات لهذا الصالون ديالي العجيب، حيت اصلا هذا الكنابي اللي فيه راه كبير بزاف واخد ليا لو صالون تقريبا كامل. مي ما عندي ما ندير، ما بغاش يبدلوا ليا. الا عندكم شي اقتراحات قولوهم ليا. وفوالا هذا ما كان. دونك كنتمنى ان لو كانابي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا من هذه الفكره هذه. بالنسبه للناس اللي هذه الفكره هذه راه كاينه كنديروها في الصالونات ديالنا المغربيه وهداك الشيء، مي ملي كيكون عندك ان كانابي فريمون الفكره كتمشي ليك، ما كطيحش عليك راه انك تقدري ديري نفس الحاجه اللي كنديروها في صالون مغربي مع ان كانابي اللي زعما ان كانابي فرونسي ولا ان كانابي ديال شي حاجه، يعني وديري هادشي انت غير بوحدك. دابا انايا هاد الميتراج هذا صيفط لماما غير الطول ديال الكانابي كامل، هي داتو للمعلم، هو عبر العبار، هو كلشي. انا قلت له المخدات ما بغيتهمش يكونوا عندي بحال هادوك المخاد، قال لي غير كوني هانيه، يعني المخاد راه باين الطول ديالهم، ولكن هاد المخاد اللي كانوا عندي راكم شفتوهم كبار واصلا حتى لتما. وصافي انا صيفط لي غير الطول والعرض وهذا النصيحه. هذا ما عرفتش قلتها لكم ولا لا، هذا ديروه وافي باش يلاه يبقى عندكم فين تخشيو من الهي، ويبقى عندكم كيفاش ديروا تخشيو من هنا. وهنا الا كان عندكم الفراقي تلقاو كيفاش تخشيو، يعني خذوا التوب وافي بزاف باش يلاه باش ما توحلوش في شي حاجه. فوالا هذا ما كان. دونك نخليكم ونتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله، في اون اوتر اسيس ان شاء الله. على بروشين.